بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا هشام محمد نور أستاذ جامعة النظرية الإسلامية كلية الاختبارات الطبية. I present the total quality management system course for the undergraduate student in the universities. Today I will begin my fourth lecture, which is about the quality assurance. The quality assurance, نحن دائما لما نتكلم عن quality assurance بيتكلم عن حاجة اسمها ضمان الجودة. فالجودة عشان تكون ممتازة وتكون بصورة صحيحة وتكون تدي المفعول بتاعها لازم يكون عندها ضمان. يسموه الضمانات. الضمانات. ضمان الجودة. By the end of this lecture, you will know the definition of quality assurance. أصلاً حتكون عارف إنه definitions of quality assurance, principle of quality assurance, different between quality control and quality assurance. يعني حيكون عندنا فرق ما بين ضمان الجودة وضبط الجودة. عندنا ضبط الجودة وضمان الجودة. عندنا في ضمان الجودة أو what's the quality assurance. What is the quality assurance is any systematic process used to determine if a product or service meet quality standard. هي عبارة عن process, هي سلسلة, هي أي سلسلة بتعمل على أساس إنه تأكد لنا إنه هذا المنتج هو ماشي في صورة الجودة, هو ليس بصورة ماخذ القياسات الصحيحة للجودة أو لا. فالـ quality assurance deal with identify, generate, identify, generate, verify, corrective action. وبيبدأ بالـ identification اللي هو بيعمل لنا identification. أول شيء هو بيقوم بيعمل الايدنتيفيكيشن اللي هو العمليه بتاعت المعرفه, معرفه الايشوز ويز بروسيس, معرفه الايشوز ويز بروسيس, يعني هو بيعرف الطريقه بتاعت العمل. بعد ده بيعمل جنريشن للكوركتيف اكشن اف نيدد. يعني الكوركتيف اكشن ده دي حاجه هي نحن بنعملها على اساس انه نحقق الجوده بعد ما انه المسار بتاعها يعني يتحور. يعني نحن بعد ما نحن ماشيين من المسار بتاع الجودة فنحن بنعيده تاني عن طريق الكوركتيف اكشن. بعد ذاك بيعمل موديفيكيشن للكوركتيف اكشن. بعد ذاك بيعمل امبلمنتيشن وفيريفيكيشن للكوركتيف اكشن. وبيعمل مونيتورينج اند كنترول. بيعمل مونيتورينج اند كنترول. مونيتورينج بمعنى اللي هو الإدارة و الكنترول اللي هو اللي هو عدم انه الحياة ما تتلخبط وما يحصل فيها ما بتكون بصورة غير صحيحة. طيب عندنا الكواليتي اشورنس is depart from total quality management. Quality assurance is continuing of quality control. Here quality assurance here continuing of quality containing of quality control. Perfect results of quality measures. Here quality assurance here perfect presence of quality measures. يعني نحن عندنا الكواليتي اشورنس بتحتوي في داخلها الكواليتي كنترول, والكواليتي اشورنس في نفس الوقت هي بريزنت او ذا كواليتي ميجرز. كومباريزون بين كواليتي كنترول او كواليتي اشورنس. الكواليتي اشورنس هي برو اكتيف, الكواليتي كنترول رياكتيف. الكواليتي اشورنس برود بروسيس, كواليتي كنترول نارو بروسيس. الكواليتي اشورنس كوست
to prevent quality failure. Quality control, it is goes to do the defect, mistake, and generate the product in its suitable way. The quality assurance takes place throughout the development process. The quality control take place after development. يلا نحن اصلا الفرق ما بين quality assurance و quality process quality control. زي ما قلت لكم quality assurance هي عبارة عن process, هي process. quality assurance هي process. فال quality assurance زي ما انها هي process, هي بتكون proactive. proactive بمعنى شنو؟ انها ما قبل العملية التصحيحية, وهي بتوجد لنا بتوجد لنا الكوركتيف اكشن. فهي بتكون برو اكتيف, بتكون فور كوركتيف اكشن, اند ات نيد بريفنتيف اوف ذا ايرور. ذا كواليتي كنترول ات از رياكتيف اند ات از نارو اند از ديفكت باي ذا ماكسيمم برودكت باي ذا ماكسيمم برودكت. Quality assurance consists of three phases. And quality assurance consists of three phases: pre-analytical and analytical and post-analytical phase. The pre-analytical, we have the specimen collection, specimen transportation, and specimen quality. Analytical, result accuracy, the clerical error, and the analytical error. We have the post analytical, result reporting, and the record keeping, patient quality control. عندنا ثلاثة مراحل من مراحل quality assurance اللي هي pre analytical, فيها أخذ العينة والعملية بتاعت نقل العينة, وهي ضمان أو ضبط العينة, ضبط جودة العينة. عندنا في الاناليتيكال اللي هي التحليلية. التحليلية هي فيها الاكيوريسي بتاع للعينة, اللي هو العملية بتاع تدقيق العينة, والكلاريكال ايرور اللي هي الاخطاء التصحيحية, والاناليتيكال ايرور الاخطاء التحليلية. عندنا البوست اناليتيكال اللي هي ما بعد اخذ العينة, فيها ريبورتينج والكيب والريكورد كيبينج كواليتي كنترول. نبدا بالبري اناليتيكال. في البري اناليتيكال احنا اول حاجه, اول ما يجي التيست بنعمل له اوردرنج اللي هو بنطلبه. بعد ذاك بنحضر البيشن, حضر البيشن, بنعمل بريبيرنج, بريبريشن اوف بيشن. بعد ذاك بنعمل بيشن ايدنتيفيكيشن, بنسجل البيانات بتاعت البيشن. بنعمل completeness of patient information اللي هو بنسجل كل البيانات كاملة. بعد ذلك بنعمل specimen collection procedure, بنعمل transportation to the lab, في analytical اللي هي في instrument operation, في valid test reagent والtest personnel. عندنا دي الحاجات المهمة. نحن عندنا المسو, عندنا هي الثلاث حاجات الأساسية اللي قلناها زي زمان, اللي هي شنو؟ البيرسون اللي هو البيرسونيل التستنج, والرياجنت والاوبريشن اللي هو الميثود بتاعنا. عندنا البوست اناليتيكال فيها الفيريفيكيشن, وفيها الريبورت تو لابوراتوري انفورميشن سيستم اند هوسبيتال انفورميشن سيستم, اتش اي اس اللي هو الهوسبيتال انفورميشن سيستم, اند ال اي اس لابوراتوري انفورميشن سيستم. عندنا اللابراتوري بوست اناليتيكال والاناليتيكال. فعندنا البيشن بري اناليتيكال, وفي بوست اناليتيكال والاناليتيكال. زي ما شايفين دي الفوتوغرافس بتاعتها. عندنا اللابراتوري must be with these rules.
عندنا اللاب ريبورت، اللي هو النتيجة النهائية بالنسبة للمختبر، مفروض تكون محتوية على هذه هذه المحتويات اللي هي فيها اسمه، فيها اللابوراتوري ريبورت مص بيضا ان انك ان مص بي ميت ريبورت دان ان بيرسون will not be accepted. يعني هي مفروض تكون شنو واضحة، مفروض تكون مكتوبة بالإنك بالحبر يعني، أو هسي هسي هو طبعا بيجي تطبع تطلع مطبوعة كده، فبرضو هي مقبولة. It is strongly suggested that report be typed and a copy saved in your computer. بيجي هسي يعني الحياة لازم مسموح بها او الناس المصرح بها مع وجود اللابوراتوري انفورميشن سيستم، بيجت الريزلت بتكون محفوظه ومطبوعه. لاب ريبورت must be titled ريليت اي في اور دي في، يعني هي بتكون اللابوراتوري ريزلت must be titled، هي المفروض تكون المفروض تكون محددة ومقيمة، يا يعني إما إنها تكون من داخل المستشفى أو من خارج المستشفى. Your name must be on the title page. يبقى يعني أنت عشان تكون patient لازم يكون اسمك موجود في سطح الورقة. Section of the report must be done in correct order using section heading. Section of the report must be done in correct order. Sections مفروض تكون موجودة بصورة صحيحة. The report are due at the beginning of the class period on the due date. Report are due at the class the beginning of the class period on the due date. يعني شنو؟ إنه الريزلت الريبورت مفروض تكون حدها حد اللي هو الزمن الصحيح هو الزمن ان احنا اصلا مدينه للبيشن. report that are on day last will have 20% deducted. report later than one day will not be accepted. اي ريبورت يتاخر من زمنه نحن ما حنقبله في الشغل بتاعنا. In summary, report must contain type of sample, result with abbreviation and reference table. يعني بصورة مبسطة كده الريبورت دي المفروض يكون فيها شنو ثلاث حاجات اساسية اللي هو نوع العينة والابريفيشنز المختصارات، يعني هسه لو عندنا جرام بالديسيليتر جرام بالسنتيمتر، وعندنا المفروض يكون ريفرنس انترفال. In general quality assurance need more time and suitable steps. هي بتحتاج لوقت طويل لانها هي بروسيس. Usually the financial value effect quality. هي مرة دائما نحن عندنا مشكلة مع اللي هو المال او الصرف المالي. regularly checking of performance. regularly checking of performance. عندنا checking regular performance، عندنا ال اسمه شنو ال quality assurance، فيها ال authority. ال authority اللي هو ال
الفاينل او الثالث من الزول الاخير واخر زول هو بيكون مسؤول من المسؤوليه او عنده الحقوق حقوق الحقوق الملكيه والبرودكشن و اللونجر تايم سيكند quality of laboratory results must be guaranteed. Yes, and the focusing in the definition quality control or quality assurance is the quality quality of laboratory must be guaranteed. Okay. Look at Allah creation layer. ما شاء الله يعني هذا النموذج من الصور الجميلة جدا جدا للطبيعة. فنتمنى الناس تتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وتتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وربنا يكسبنا دريات ويعين على مرضاته يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.